اليوم الثاني في الأسبوع الثاني. اليوم عندنا ظهر تكرار لليوم الثاني من الأسبوع الأول. التمارين بتكون نفسها. سؤال جدا مهم وقلما اتطرق اليه واللي هو الرياضه للمراه الحامل. راح تكون معايا وتشاركني في الحوار المدربه بانا صاحبه تجربه عمليه وخلفيه اكاديميه في هذا الشان. طبعا اهم سؤال ينطرح ما هي الفوائد بالنسبه للرياضه للمراه الحامل؟ وهل يعد او تعد ممارسه الرياضه فيها خطر على الجنين؟ الرياضة في فترة الحمل لها كثير فوائد عديدة. أول شيء إنه بتساعد بفترة المخاض أو الليبر، فبتسهل هالموضوع، فهيدي أول نقطة ويمكن عندي أهم نقطة بالموضوع. أكيد الحوامل لهم كثير في كثير أمور بتزعجهم، مثلاً ألم الظهر أو التعب الزايد أو قلة النوم. الرياضة بتساعد بهالشيء لأنه بالعكس بترفع الأنرجي أو الطاقة وبتخلي المرأة الحامل تنام بطريقة كثير أحسن. شيء كمان يعني بيجيني عندي كلاينتس كثير بيكون عندهم هدف الأول إنه تحاول تسيطر على زيادة الوزن، فالرياضة أثناء الحمل بتساعد بهالموضوع وبتساعدها كمان انه بتقدر تستعيد جسمها بعد الولاده بشكل اسرع لانه بتكون عضلاتها اوريدي معوده، جسمها معود، واكيد فيها تزيد المجهود اكثر بعد فتره الحمل. بس شنو نوع الرياضه اللي ممكن تمارسها؟ هل بامكانها مثلا ممارسه اللي هو التمارين المقاومه مثل بالاوزان بسيطه او بس مجرد تمارين الكارديو اللي هي التمارين القلبيه؟ هلا اهم شيء بالموضوع انه انا مثلا ما باخذ كلاينتس unless عندهم كليرنس من الدكتور او عندهم موافقه الدكتور. في حالات خاصه مثلا النساء اللي صار معهم اجهاض من قبل او معهم سكري الحمل او معهم مثلا مشاكل بالقلب او بالرئتين، هيدي حالات ما بنحاول ما ناخذها او بدهم بروجرام معين للتمرين الرياضي. لا، شو هي الرياضات اللي ممكن المرأة الحامل تعملها؟ فيها تعمل كل شيء بس بيعتمد هي شو كانت تعمل من قبل فترة الحمل. يعني ما ممكن نعطيها شيء جديد، مثلا إذا ما كانت تحمل أثقال من قبل الحمل ترجع
نعطيها أثقال أو كاتل بلز أو حتى تي ار اكس، لأنه هذه أشياء يمكن أدفانست أكثر. صحيح. بس تشكل مجهود بعد عليها. أكيد أكيد، يعني أي شيء مثلاً المشي، السباحة، اليوغا، البيلاتيز، هذه أشياء كلها صحية وأشياء كتير منيحة للجسم أو للمرأة الحامل. في أشياء لازم نتجنبها، يعني رياضات الكرة مثلاً، التنس، الباسكتبول، اللي بيعملوا أشياء شوي خطرة، رياضات الخطرة مثلاً الجمباز أو غوص الماء، تسلق الجبال، وهي قصص، هاي أشياء نبتعد عنها طبعاً. بس في قواعد كتير مهمة أنا كترينر بتبعها. أول شيء إنه حرارة الجسم ما المفروض كتير تطلع. دايماً بنصح اللي عم بيتدربوا، الحوامل اللي عم بيتدربوا يكون عندهم هارت ريت مونيتور على أساس تقيس دقات القلب لما تطلع لمستوى عالي. ودائما بقول القاعدة الرئيسية إذا فيها تتحاور أو تتكلم بشكل طبيعي أو بدون مجهود وهي عم تتمرن، نعرف إنه كل شيء تمام. حلو المقياس. يسموه التوكينج تيست. جميل. أتمنى أن فدنا في هذا الموضوع وأن نحفز على الحركة وعلى الأداء الرياضي حتى بالنسبة للمرأة الحامل. راح تكون في أسئلة أخرى بس راح نضيفها في الحلقات الجاية. شكراً.